شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مباراة تقليدية لهوكي الجليد ضمن مهرجان الدوري الليلي للعبة التي أقيمت في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود. بوتين شارك قبل بدء المباراة في مراسم حفل توزيع الجوائز، حيث قدم وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الرابعة لنجم الهوكي المعتزل بافل بوري. وارتدى بوتين القميص الأحمر التقليدي رقم 11 وسجل 8 أهداف مساعدا الفريق على الفوز. احتشد الناس في مراكز التطعيم في جميع أنحاء الهند متجاهلين إرشادات التباعد الاجتماعي، وتم استدعاء الشرطة للمساعدة في السيطرة على الحشود في مدينة أمرتسار الشمالية، لكن العاملين الصحيين قالوا أن ذلك لم يكن مفيدا إذا استمر الناس في التجمهر وتجاهل أي تباعد اجتماعي. سجلت إيطاليا حوالي 8000 إصابة بفيروس كورونا و139 حالة وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، ويعتبر هذا الرقم أدنى نسبة وفيات يومية خلال 6 أشهر. وتعمل الحكومة على وضع خطط لرفع القيود المفروضة على الأنشطة مثل الصالات الرياضية وحفلات الزفاف. مهمة إنقاذ حوت مانك الذي تقطعت به السبل في نهر التايمز جنوب غرب لندن لا تزال تشهد عمليات من الكر والفر، فبعد أن حاولت السلطات البحرية نقل الحوت إلى مياه أكثر أماناً انزلق مرة أخرى في الماء. رجال الإطفاء وخفر السواحل قالوا أن عملية نقل الحوت الذي يبلغ طوله نحو 4 أمتار إلى بر الأمان أمر صعب للغاية. التقط مصور الفيديو الروسي ماكسيم داراكونوف مشهد الألعاب النارية في يوم النصر في سان بيترسبورغ ليس من الأرض ولكن من الجو، من خلال إرسال طائرة من دون طيار للتحليق في السماء تزامنا مع الألعاب النارية. فاصل ونعود لمتابعة ما تبقى من صباح العربية.